اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. وزي ما نحن شايفين دايما الناس بتتكلم بيقول لك المناخ اتغير، والله الخريف جه السنه دي قبل 30 سنه ما جاء، الفيضانات والسيول اللي شفناها دي من زمن اجدادنا ما شفناها. الناس في البيوت بتتداول الحاجه دي، لكن الحاجه دي هل هي حاجه فعلا علميه وعمليه وموجوده؟ هل التفاصيل احنا بنشوفها غريبه من خلال الصيف السخن شديد ومن خلال البرد اللي ممكن يجينا شديد؟ كل الفصول اللي بتتغير دي هل هي فصول طبيعيه ولا عندها مناخ معين بيتغير كل فتره محدده، ولا شنو اللي بيحصل في الكره الارضيه ولا في الكون عشان ما ممكن يغير لنا المناخ؟ نحن هنتعرف على الحاجه دي اكثر مع البروفيسور الموجود عندنا، لكن من خلال انطلاقه قمه المناخ كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ وشاركت فيه اكثر من 197 دوله تحديدا، عشان ما يتعرفوا شنو من العوامل الطبيعيه اللي ممكن تؤدي الى تغيير المناخ. اسئله كثيره تدور في اذهان الناس، خلينا نتحدث من خلال صباح الشروق مع بروفيسور حسن عثمان عبد النور الخبير في شؤون البيئه. اهلا وسهلا بك بروف، وصباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله نحمد الله. بروف، في مؤتمر قمة شرم الشيخ اللي انعقدت الآن عن التغيير المناخي، المضامين الجديدة المستخلصة من القمة. الشعار بتاع مؤتمر شرم الشيخ التحول من الوعود إلى الإنجاز. والسيمة العام لمؤتمر شرم الشيخ هو البناء على ما سبق من نجاحات من مؤتمر الأطراف الأول في برلين 91، نعم، مرورا بباريس 95 2015، وقبلها غلاسكو 2021، والآن شرم الشيخ 27، نعم، الكوب 27، كلها تهدف إلى إنقاذ الإنسان وإنقاذ الكوكب. هذا يعني أمر جد وليس بالهزل. صحيح. أي نعم. فالشغلانة كلها الآن هذا الكوكب مهدد بالانقراض نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة ونص منذ بداية الثورة الصناعية في 1900. درجة ونص فقط؟ درجة ونص. إذا وصلت درجتين شنو كم ممكن يحصل يا دكتور؟ حتحصل غيامة. حتغرق كل المدن الساحلية، لا حول الله، كل الجزر الكبيرة مدقشقر وغيرها، لأن زيادة درجة الحرارة لدرجتين حتذوب كل الثلوج في القطبين، وبالذات في القطب الجنوبي. فدي الثلوج حتتحول لموية، موية حتتحول لسيول وفيضانات، فحترتفع المحيطات. يعني اذا كان نحن بنقول الان بور السودان هي 117 متر فوق سطح البحر، نعم، حتبقى هي 115 ولا 110 متر فوق سطح، فحيرتفع يعني حتغرق المدن الساحليه في كل العالم، وحتجينا الاحداث المفرطه من فيضانات عاتية وسيول ونقص في معدلات الأمطار في بعض المحلات، جفاف وقحل، فكل الأحداث المفرطة بيسموها الإكستريمز. نعم نعم بروف، انت ذكرت كل الحاجات اللي ذكرتها اللي ممكن تؤثر على الانسان، اللي هي اذا كان ارتفاع المياه او انخفاضها او عدمها، نعم، كل الحاجات دي عندها تاثير، لكن الوعود اللي انت ذكرتها في الاول في انه شنو الوعود اللي حصلت في المؤتمر عشان ما ينقذ الانسان من مثل الكوارث اللي ممكن تحصل في تغيير المناخ؟ بدات الوعود بانه يعني تطبيق قانون الملوث يدفع، ذا بوليوتر بيز. التلف اللي حصل في الكره الارضيه ده كله سببه الدول الصناعيه الغنيه، هي اللي مفرطه في استهلاك هل في المخلفات مثلا بتاعت في استهلاك الطاقه الاحفوريه، البترول والغاز، فده كله بيضخوه في بعد يولدوا الكهرباء منه، ولا العربات ولا غيره في شكل عادم بيمشي في الجو بيزيد درجه حراره الارض. نعم. فالدول الصناعيه وعدت أو فرض عليها إنها تعوض البلدان غير الملوثة، نعم، في بلداننا دي، إنهم نقول لهم التكنولوجيا بدون قيمة ويدوهم أحدث المخترعات
في مجال الطاقة النظيفة، وبالذات طاقة الشمس، طاقة الرياح، طاقة الكهرباء المائية، دي كلها يوفروها للبلدان دي عشان نوقفوا استهلاك الفحم الحجري وحطب الحريق والفحم النباتي والبترول والغاز وال... يبقى معناها يا بروف نحن كبشر كده كبني آدمين ممكن نساعد في تغيير المناخ في استخدامنا الخاطئ لحاجات كثيرة مثلا، أو عوادم السيارات، قطع الأشجار من القابات الكثيفة، الحاجات دي عندها تأثير؟ كل فرد، حتى الطفل الصغير في اليابان ولا في همشكوريب ولا في مدغشقر، ممكن يساعد في أنه يقلل استعماله للبلاستيك. أيوة، يعني نحن لو لو, لو 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 بس وقفنا استعمال البلاستيك عشان نشيل فيه الكسرة ولا نشيل فيه اللبن ولا نشيل الفول سخن ولا الحاجة يعني، نعم فالفرد الواحد يؤثر، فما بالك بسبعة مليار شخص في هذا الكوكب. لو كل واحد فيهم يعني التزم مسؤوليته نحو الكوكب ونحو البقاء، الناس ممكن يصلوا. احنا شايفين في الصورة الآن عندنا المياه في الغابات بثورة قد تكون كثيفة جدا وعندها تأثير، يعني بيقول لك أهلنا بيقول لك دائما المطر جل مرة دي غير العادة، يعني قبل جدودنا كانوا موجودين ما شفنا الحاجة دي. نعم. هو ده المناخ اللي هم بيتحدثوا عنه والتغيير الحقيقي يا بروف؟ لا، دي نحن ده شنو الممكن نحن نعمله كبشر في إننا نقلل من الانبعاثات ونقلل من تغير المناخ، إننا نزرع الأشجار. ونحن للأسف بنطلع الأشجار في السودان، نحافظ على اللي عندنا وندير إدارة مستدامة يفي باحتياجات الجيل الحالي والأجيال الجاية التي لم تولد بعد، زي الغابة النيلية اللي احنا شايفينها دي، دي غابات في السودان اللي في سنار وموجودة في النيل الأزرق. صحيح. منظر بهي جدا جدا، اللي كانت تتخيل دي يعني دي بتعتقل كم مليون طن من الكربون اللي جاي من الركشات واللي جاي من السيارات عموما. نعم. ف الشيء الانجع لمكافحه التصحر وتقليل والتكيف مع تغير المناخ ان نزرع الشجر اينما يكون وكيفما يكون، وزراعه الاشجار فقط ده حلنا الوحيد، ونكون ساعدنا نحن ذاتنا. نعم. في مناخ بيئي سليم يعيش فيه الانسان. لكن نعم. واحده من الحاجات برضو المناطق الان في السودان اصبحت تعاني من زحف صحراوي، نحن شفنا الان المنطقه او الولايه الشماليه، شنو خلى الزحف الصحراوي في الفتره دي او التصحر يكون اثاره وسببه يعني وتاثيراته ذاته؟ هو من فعل البشر، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليزيغهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. التصحر وتغير المناخ من فعل البشر. فالمناطق في نهر النيل والشمالية دي مناطق قبل عشرات ولا آلاف السنين كانت منطقة غنية جدا لإنتاج الحديد في العالم، ومنطقة للحضارة. كل صحيح. الإهرامات والبتاع دي كلها دي كانت في بيئة مستقرة، لكن الإنسان بدأ في قطع الأشجار عشان يزرع في محلها و... بس ظاهرة التصحر حتدينا بيئة عكسية بروف، الناس حتقعد في نقل ورحول والناس هدم. أنا في بعض الصور هنا حقه شوفوا الهدام، نحن الآن شفناها، شوفوا شايفينها هي صورة في الهدام في 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 منطقة السنار وفي الولاية الشمالية. صحيح. دي أراضي الجروف الغنية الممتازة جدا جدا بيجري ده نوع من التصحر، نوع من تدهور الأراضي. نعم. يبقى معناها يا بروفيسور انت من خلال رؤيتك هل السودان بيئته بيئه سليمه للعيش للانسان عشان ما يعيش في سلام وامان، بما انه نحن عندنا تصحر وعندنا قطع اشجار وعندنا اساليب خاطئه بنستخدمها؟ بيئته كانت الى وقت قريب معقوله، ما زال البحر الاحمر شواطئه مياهنا الاقليميه ما زالت الحمد لله سليمه، الحمد لله، وبكل المقاييس. لكن ما ننسى أن البحر الأحمر هو أكبر ممر مائي لناقلات البترول، لو لا قدر الله حصلت أي كارثة من النوع دي حيتغير الوضع، لأنه بعد ما كان البحر الأحمر من أنظف المحلات حيكون حاجة غير. مناطق الآن دخل علينا التعدين وإنتاج البترول في غرب كردفان وفي جنوب كردفان دم فيه تلوث مروع أدى إلى يعني الانبعاثات الطالعة من إنتاج البترول دي والمياه المنتجة لوثت ملايين الأفدنة المرعى عليها
فبقت الحيوانات يعني تجهض والنساء تجهض، يبقى معناه عنده تأثير سلبا على الإنسان وعلى الحيوان بالتأكيد. في نفس اللحظة جاء كمان تم النقص التعدين، الآن تعدين أهلي والتعدين الرسمي كله بيستعمل مادة الزئبق، بيستعمل مادة السيانايد، دي كلها مدمرة البيئة مسرطنة، فدي كلها يعني مظاهر للتدهور البيئي ما كانت عندنا حتى وقت غريب. يعني بروف، من خلال ذكرك للأمراض ومن خلال تعرض الإنسان والحيوان للأشياء المحيطة بالبيئة، يبقى معناه نحن الأمراض اللي موجودة الآن، أو بيقول لك فلان جاه مرض غريب، الأمراض الما معروفة عندها علاقة وبتربط علاقة بالبيئة يعني مية وبتغيير مية المناخ 100%. الآن بتسمع في يعني إذاعة أم درمان، يمكن عندكم في الشروق هنا، أيوة، في إعلام الصحة عن حمى الضنك، صحيح، منتشرة بكثافة الأيام دي في ولاية شمال كردستان، غنية جدا بالمياه، جاتنا من بنغلاديش وجاتنا من البرازيل، أيوة. لكن الآن عندنا كيف قدرت ذات لدرجة إنه وصلت يعني في بعض المحلات في السودان بقت برضها فيها موية كثيرة جدا جدا، مجال لتوارد هذا النوع من 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 الباعوض. تغير المناخ حتى غير الخريطة بتاعت الملاريا، يعني كانت قمة الإصابة بالملاريا في السودان فيها أغسطس، صحيح، الآن قمة الإصابة بالملاريا وغيره انتقلت إلى نوفمبر، يبقى معناها التأثير كبير بتاع المناخ، غير مروع ومخيف. نعم، يبقى معناها ده تأثير بيكون عالمي يا بروفيسور، هو ما عنده علاقة بدولة معينة أو بحتة معينة، ما بتعرف حدود، ما بتعرف حدود هو. نعم، اللي عنده مفاعل نووي أو اللي عنده مفاعل ضخم جدا بينتج كهرباء ملايين الميجاواتس، بيحرق فحم حجري، اذا كان في جنوب السودان حتجيك الغازات دي للسودان الشمالي وتمشي لاثيوبيا وتمشي لغيرها، فالبيئه يعني التلوث ما بيعرف حدود، وعشان كده جات المسؤوليه التضامنيه العالميه من البلدان الملوثه للبلدان غير الملوثه، انه يدوهم التكنولوجيا ويدوهم كل ما يساعد على تقليل الانبعاثات دي وكل ما يساعد على التكيف مع تغير المناخ. يبقى معناه يا بروف نحن مسؤولين في السودان في اننا نضع بيئه سليمه عشان ما نقدر نتعايش معها ونعيش في سلام وامان. شنو من الحاجات اللي ممكن تحد لنا نحن في السودان في اننا نكون سليمين ونعيش في بيئه نظيفه ونساعد في تغيير مناخنا للافضل؟ يعني نراجع قانون الاستثمار والتصديقات اللي طلعت لشركات البترول. أها، يعني الطريقه اللي استخرجوها البترول في السودان ما زي الطريقه اللي استخرجوها البترول في بحر الشمال، هناك في ضوابط. نعم، ولا في إيران ولا في أرامكو، في ضوابط، ما حصل تلوث للبيئة المحيطة. نعم، فنحن نراجع قانون الاستثمار، نراجع قانون إنتاج البترول، التعدين، التعدي على الغابات، الرعي المفرط، يعني كل الرعي في السودان ده كل يعني دي مناطق على الشيوع، أنا يعني ممكن أربي لي 100 بقرة، أنا ممكن أربي لي 10 قطعان. يعني لا بد من بالآلاف يا بروفيسور هسه بقت موجودة، لكن خلينا لا بد نراجع كل تعاملنا الاقتصادي مع بيئتنا واستغلال مواردنا المتجددة وغير المتجددة، محتاجين نعيد فيها النظر. يا سلام، عندنا قوانين ممتازة جدا جدا، لكن وين التطبيق؟ يعني نرجع لتطبيق قوانيننا دي بروف معاك، لكن خلينا نمشي، عندنا تقرير حنشوفه ذاته، تقريرنا عنده علاقة بتغيير المناخ وعنده علاقة أيضا كمان بالقمة، نتابع ونرجع من بعده للاستوديو، تابعونا، خليكم معنا. التغير المناخي، ثقب طبقة الأوزون، التلوث البيئي وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ربما لم يكن شيوع مثل هذه المصطلحات والألفاظ المركبة والغريبة نوعا ما إلى وقت قريب متاحا في قاموس الكثيرين من سكان عالمنا، ولكنه الآن أضحى حديث الساعة ولا غرابة في ذلك، فقد استيقظ العالم على كوارث بيئية جعلته يخوض حربا وجودية مع أعداء جدد بأسلحة غير تلك التي اعتادها.
فهنا لا دبابات، لا صواريخ، ولا حتى قنابل نووية مدمرة. إنها أسلحة دمار غير تقليدية تتهدد بقاء كوكبنا الجميل الأرض، ما دعا ويدعو الجميع إلى الخوف والحذر والعمل الدؤوب على محاربتها ووضع خطط عملية ناجعة للحد منها بأسرع ما يكون، هذا أو الطوفان. لا خيار ثالث إذن أمام أكثر من 8 مليارات نسمة من البشر، هم مجموع سكان كوكب الأرض، إلا أن ينهضوا جميعا إن أرادوا الحياة أو النجاة بفعل ما سببته وتسببه هذه الظواهر الطبيعية والكونية المدمرة. ولعل ما برز من كوارث طبيعية وصحية وبيئية في العقد الأخير عانى منها ملايين البشر حول العالم، جعل من ظواهر كالتغير المناخي وتزايد تصاعد انبعاثات الكربون في الهواء وارتفاع درجات الحرارة مبعثا مغلقا يستوجب التنبه لخطورته والعمل على مجابهته، وذلك بوضع خطط عملية وعلمية يشترك فيها الجميع بلا استثناء. بالمقابل فإن ما يدعو للحيرة والأسف كذلك هو أن الإنسان الذي ينعم بالحياة على الأرض ويستلذ بخيراتها باطنها وظاهرها هو الفاعل الرئيس في تفاقم هذه الظواهر المدمرة لكوكبه وحياته، ذلك أن ما دأب على فعله من سلوكيات وأفعال وأنماط عيش فاسدة هي ما أدت إلى ما وصل إليه الحال اليوم بتدخله المباشر وغير المباشر في كل ما يؤذي البيئة، حتى إذا جفت الأنهار وتمددت مساحات الزحف الصحراوي وتغيرت الجغرافيا بفعل التغير المناخي وزاد التلوث في البر والبحر والجو وظهرت الأوبئة الفتاكة القاتلة وتوالت الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات والفيضانات المدمرة وتوسعت رقعة الجفاف، حينها فقط أدرك خطورة ما هو عليه الحال فهرع من غفوته ينذر بحجم الكارثة التي لا محالة واقعة إن لم يتعاون العالم كله في إعلان الحرب عليها وكبح جماحها وهي تتمدد يوما بعد آخر، وهي في سيرها الزاحف تدمر كل شيء أمامها، فجفت أنهار واختفت جزر وأرخبيلات من الوجود ونفقت ملايين من الحيوانات وطمرت معالم كانت شاهدة على حضارة إنسان وشعوب عريقة. ولهذا فقد أتت قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ بمصر مواصلة لحملة الدفاع التي تقودها الأمم المتحدة عن صحة وعافية كوكب الأرض الوديع، فخرجت توصياتها تؤكد على هول الكارثة وتحذر من تمددها المخيف بمرور السنوات، مع إعلان التزام الدول الغنية الكبرى بزيادة ميزانية مدفوعة للدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا وغيرها لدعم مشروعات الطاقة النظيفة وحماية البيئة ومكافحة الكوارث الناتجة بفعل التغير المناخي. اهلا وسهلا بكم مجددا كل الناس اللي بتتابعنا وانضمت لمتابعتنا الان لتكمله ما تبقى من صباح الشروق. صباح الخير عليكم وصباح جديد عليك بروفيسور حسن عثمان عبد النور، اهلا وسهلا بك الخبير في شؤون البيئه، ونحن متواصلين في موضوعنا انطلاق قمه المناخ كوب، ونحن شفنا التغييرات اللي حصلت ومن خلال الكلام اللي تكلمنا عنه قبل ما نحن ندخل على الهواء او بعد ما دخلنا قلت انه درجه الحراره زادت درجه ونص. نحن درجات الحرارة عندنا في السودان عالية جدا، هل ممكن نستفيد منها في الطاقات الشمسية عشان ما نقلل من كمية المولدات الكهربائية عشان ما نقلل من مشكلة الكهرباء تحديدا إذا كانت من مخلفات ومن غير؟ بالتأكيد مصر جارتنا بالحيطة عندها إشعاع من الشمس أقل من اللي عندنا، الآن بيولدوا طاقة شمسية أكثر من اللي بيولدوها من السد العالي. السودان ممكن، وكانت في وعود للسودان
لحد حكومة حمدوك إنه تتجي ألمانيا عن طريق شركة سيمن يعملوا أضخم حقل للطاقة الشمسية يمكن في أفريقيا أو في العالم. نعم. عشان نستغل هذه الطاقة وطاقة الرياح. نحن عندنا تقريبا كل السودان فيه رياح أكثر من 4 أمتار في الثانية. نعم. دي كلها كافية إنها تولد كهرباء. عندنا كمية من المساقط المائية الصغيرة اللي ممكن تولد طاقة كهربائية نظيفة بدون ما نحتاج نولد كهرباء من البترول ولا من الفيرنس في البر الحرارية ولا في قرية ولا في غيرها. فنحن الطاقاتنا يعني الإمكانيات الكاملة في السودان للطاقات المتجددة وغير المتجددة كافية جدا إنه السودان ده يتغير إلى جنة ويتغير إلى تتوفر فيه الطاقة الكهربائية النظيفة الرخيصة عشان نحسن في إنتاجنا الزراعي، إنتاجنا الصناعي، حياتنا ذاتها في البيوت وفي بس التلفزيون ده كله محتاج للكهرباء النظيفة الرخيصة اللي العالم وعد نكون حافظنا على بيئة سليمة خالية من العوادم وخالية من المخلفات اللي نكون حافظنا على هذا الكوكب أمراض. نعم. نعم. يبقى معناها يا بروف انتوا في السودان تحديدا او نحن في السودان شنو المحتاجينه عشان ما نكون شراكه ما بين الانسان والدوله؟ انا دائما بقول نحن اذا ما عملنا شراكه مع بعض ما حنقدر نقدم حاجه. وتحيه عبر كمان لكل الخبراء في السودان. نحن عندنا خبراء نيرين، ناس قدروا شاركوا في 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 خارجيا في تغيير المناخ وايضا كمان فازوا بجوائز في نوبل يعني. نعم. فانت رايك شنو اذا الناس دي قعدت مع بعض وقدمتوا تقرير او حاجه للجهات المعنيه في انكم تضيفوا للسودان الكثير يعني الموجود عندكم؟ ما يريد السودان من العالم في اطار التكيف مع تغير المناخ والتصحر وكل الاتفاقيات العالميه بتاعت يعني البيولوجيكال دايفرسيتي كل هذه، السودان ما يريد السودان معد في تقارير ملزم بها السودان كقطر موقع على الاتفاقيات دي. ما يريد السودان ما حاضر وموقع. لكن المخلي الدول الغنية اللي ملزمة بهذا التغيير تتماطل في عدم الاستقرار السياسي في السودان وفي غير من الدول. ما في زول حي يستثمر عندك مليارات الدولارات عشان يطلع لك طاقة نظيفة رخيصة من الشمس ولا من الرياح ولا من غيره. ما لم الاستقرار السياسي صحيح، ولأن في أنت محتاج لضمانات الآن فيما يعرف بتجارة الكربون اللي بلدان زي المغرب لأن فيها الاستقرار وفيها يعني الملك الحسن قال نحن الغابة دي 30 سنة ما نقطعها عشان تستوعب الكربون. ودي الشركات من البلدان الغنية مستعدة تمول المفروض لما يقول حنديكم الغابة 30 سنة، مع 30 سنة ما في زول حيقطع. نحن ما عندنا ما في زول حيقطع. عندنا في السودان ما في زول زرع شجرة وقامت. شوفوا شوفوا الأشجار عندنا نحن في كثير من أنحاء السودان. صحيح. لو 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 دارين ندخل بها في زيادة الكربون دايرة الثقة في نظامنا السياسي القائم وفي الوعود اللي بنديها. نعم. بس للاسف وعودنا غير منفذه عشان ما نقدر نمشي للامام. ما في زول حيديك حاجه ونتطور وما في زول يقدر يساعدنا حتى بحاجه. لكن تغيير المناخ اللي لكن كان احنا ذاتنا ان نبدا بانفسنا، ان نبدا بانفسنا. نعم. يعني نعلم اطفالنا في رياض الاطفال وفي المدارس وفي الجامعات والشغالين في الشرطه وفي الجيش وفي الدعم السريع وغيره، يا جماعه كده نوقف هدر المياه. الليلة أستنى لو مشيت أتوضى هنا في أول حنفية تفتح الماسورة للآخر وتسوي في طاقيته كذا يعني ده أدري من المياه. لك تتخيلي في المعسكرات في الداخليات في المستشفيات في المساجد في كم حنفية نحن نقلل أو في كم ماسورة محلوجة دار لها جلدة بس حاجة بسيطة ودفك في الموية الغالي بننتج فيها دي. فده كله بيساعد في أن نغير بيئتنا. فربنا لا يغير ما القبيل حتى يغير بأنفسهم. صحيح. فنبدا نحن عن طريق الاعلام وعن طريق التدريس وعن طريق الارشاد وعن طريق رفع الوعي في اننا نعلم انساننا كيف يتعامل تعامل سليم مع موارده، نحافظ عليها نخلي للاجيال الجايه ونحافظ على بلدنا ونحافظ على كوكب الارض.
صحيح. يبقى كلامك اللي انت قلته من تغيير المناخ وتأثيراته على السودان تحديدا، قد تكون كثير من الناس مساءلات بيسألوا شنو من المناطق او الولايات في السودان اكثر امانا بيئيا انه وصالحة للعيش، يعني انه الواحد يعيش فيها؟ مما يوسف له مثلا الخرطوم كانت من المصنفة من المدن النظيفة لذلك يعني لزمن غريب، يعني لحد ما جاء خروتشوف سنة 74 قال يعني الخرطوم أنظف من موسكو، والشيخ زايد كان بيقول لناس كما ساكتي أنا أبغى أبو ظبي تكون زي الخرطوم، فكانت الخرطوم ومدن كبيرة كلنا الأبيض ونيالة وحلفة القديمة دي كلها كانت يا بروفيسور كانت للأسف الشديد يعني كانت الآن هل أصبحت صالحة للعيش؟ هي صالحة للعيش، لكن في يعني الخرطوم فيها تلوث بالضوضاء. صحيح. تخيل المواتر والركشات والأمجاد والعربات الديزل القديمة تاتا ومش عارف وغيرها، شو كمية العادم والبوري ده تلوث بالضوضاء. العربات دي كلها لأنها ما إفشنت المكانات بتاعتها ما فعالة، فبتطلع ثاني أكسيد كربون وأول أكسيد الكربون ده تلوث. محطات الخدمة الغيرة ده تلوث بالمواد بالمعادن الثقيلة. نعم. فمدننا أهل الناس عايشين فيها، لكن ما يسمى بجودة الحياة ماشية في تدهور. الناس بلغتهم البسيطة عندنا في السودان يا بروفيسور بتلقون بيتكلموا بيشوفوا الشوارع ما نظيفة. نعم. الأوساخ متراكمة. صحيح. بصورة. صحيح. ما صحيح. طبيعية. صحيح. المياه الراكدة. نعم. المخلفات اللي بتحصل لنا في الشارع العام دايما بيقولوا لك إنه البيئة غير سليمة. صحيح. يعني دي بتخلف لنا الذباب والبعوض اللي بيؤدي لنا للأمراض. نعم. دي نحن من أبسط الأشياء اللي ممكن نبدأ بها أنفسنا. نعم نعم. يعني الطفل في كوريا في اليابان في غيره بيعلموه من الأول كيف انه كيس النايل يمشي في صندوق براه، والعلبة الفاضية بتاعت الكوكولا تمشي في محل براها، القزازة الفاضية تمشي في محل براها، ده كله يمشي لإعادة التدوير بتاعه. نعم. تمام. يبقى محتاجين نحن يبقى معناها يا بروف كلامك اللي انت قلته دي رسالة كبيرة ورسالة عظيمة لكل الناس، اتمنى انهم يستوعبوها. نحن شاكرين ومقدرين لوجودك معانا الان في انخلال صباح الشروق، ونتمنى انه نشوفكم انتم دائما في القمم انه تغيروا لنا من مناخنا البيئي اللي موجودين نحن فيه في السودان. كتر الف خيرك وشكرا بروفيسور حسن عثمان عبد النور الخبير في شؤون البيئة، شكرا لك. بارك الله فيكم، شكرا لكم.